وحضرتك من الشخصيات المحترمه، وانا سعيد اللي دايما ربنا يخليك، يعني ربنا يخليك كابتن دايما لما بنحب نتكلم في يعني حاجه. جميل وانسان واضح طول عمرك، ويعني ربنا يديك يعني كل خير يا رب. كابتن محمود، لائحه استرشاديه عامله لغط خصوصا النادي الاهلي، الناس لائحه استرشاديه، الاهلي معترض، النادي الاهلي بيتكلم على فكره، انت بتتكلم على لائحه استرشاديه ما جبت ما اتكلمتش معايا في حاجه، بقول احط لائحتي، ابتديت تقول لي 10%، وفي الاخر 10% مش ال 12 ونص اساسا اللي هم قالوها، ولا هم 10% ولا هم ربع في الميه ولا هم نص في الميه، ما تفهمش الرقم اتحط ازاي، بتقول لي يوم واحد طبيعه النادي عبء على الامن بشكل كبير، اديتك حلول على يومين عشان اجيب الرقم اللي انت عايزه، فاكيد حضرتك فاهم الكلام ده كله. احنا من وجهه نظرنا اللي دي لائحه ملزمه مش استرشاديه، ومهم جدا نسمع راي حضرتك في اللي احنا بنقوله بخبره حضرتك كبيره. اتفضل يا فندم. شكرا كابتن. انا يعني حتى من الاول خالص، واول بند في اللائحه اللجنه الاولمبيه الدوليه ان يكون هناك تناغم ما بين الحكومه والاتحادات الرياضيه والهيئات الرياضيه، تناغم ما يكونش فيه فرض سيطره او حاجه، ده اساس. نمره اثنين، اساسا لو اتحط القانون بتاع اي دوله، قانون الرياضه، أنا ما أعرفش ادعت قانون الرياضة اللجنة الأولمبية الدولية على أساس إيه؟ اللجنة الأولمبية الدولية ما لهاش علاقة بقوانين الرياضة في أي بلد. اللجنة الأولمبية الدولية ليها علاقة بلائحة اللجنة الأولمبية الوطنية في كل بلد. فالقضية الحقيقة يعني، واللجنة الأولمبية الدولية تقول رأيها في قانون البلد، كان يتحط اللي أي حاجة بنود تتحط طالما عرضت على مجلس النواب ومجلس النواب اقرها، فدي جمعيه عموميه لجمهوريه مصر كلها اقرت هذا القانون باي صوره فيه، في تمنسين ما فيش تمنسين، في اي حاجه كان يتحط، وطالما مجلس النواب اقره ما حدش يقدر يتدخل، طالما ما فيهوش اي ناحيه عنصريه، ان مثلا شخص معين ما يخشش اي حاجه، يعني ما فيهاش في بند عنصريه، وده حاجه دوليه مش خاصه بالرياضه بس. بعد ما تعود قانون الرياضه من مجلس النواب، بعد كده الهيئات بقى كلها تحط لوائح طبقا لهذا القانون. ما حادث النهارده ان ما فيش لائحه موحده، واعطيت الجمعيات العموميه للاتحادات والانديه انها هي تحط المقترحات الخاصه بلائحتها. النهارده لما حصل اللغط ده قالوا طب نعمل لائحه استرشاديه. ولفظ استرشاديه ان انا مش مفروض عليا، انا ممكن اخد بعض بنود فيها، ده طبيعي، ماخدش باقي البنود خالص. ممكن ارجع للائحه القديمه بتاعت وزاره الرياضه واخد منها بنود والغي بنود طبقا للهيئه الرياضيه اذا كان اتحاد او نادي. لكن ليست ملزمه، واللجنه الاولمبيه ليست جهه اشراف على الانديه والاتحادات كمان. يعني ما هياش اللجنه الاولمبيه بس بتشوف لو في اي تدخل حكومي، عشان يبقى الجهه واحده، التدخل الحكومي ده بيبقى الاتحاد مثلا يشتكي للجنه الاوروبيه ان في تدخل، فاللجنه الاوروبيه بتشوف هل في تدخل حكومي، بتبعت بقى للجهات المعنيه الدوليه، اللجنه الاوروبيه الدوليه او الاتحادات الدوليه، ان فعلا تم تدخل حكومي في تعيين او في حل مجلس اداره او هذا الكلام. وده اساسا نلغي من القانون، وما فيش في القانون اي تدخل حكومي بالنسبه للهيئات الرياضيه الموجوده، اتحادات او انديه. اللائحه الاسترشاديه دي اخد بيها او ما اخدش بيها، النادي الاهلي النهارده عايز يعمل انتخاباته على يومين على ثلاثه من حقه. عايز يعمل انتخاباته في ثلاث جهات متفرقه من حقه. هو انتخابات جمهوريه مصر بتتم في يوم واحد. في ثلاث ايام. جمهوريه مصر بتتم في مكان واحد. النهارده لو في النهارده 120 الف عضو في نادي الاهلي او نادي الشمس، فيه 160 الف عضو، طب دول لو اتجمع نصهم فيهم 80 الف او 70 الف، دول هيعملوا ايه في نادي الاهلي في الجزيره؟ يعني ممكن يعملها على يومين على ثلاثه، ولا يعني ده خاص بمجلس اداره النادي الاهلي. ومجلس اداره النادي الاهلي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي بيحدد الانتخابات، وهو اللي بيشرف على الانتخابات، ولا اي تدخل من اي جهه بيعمل لجنه للانتخابات ولجنه فرز، يعني هو اللي متولي كل العمليه الانتخابيه كاداره موجوده ثابته في النادي الاهلي. فانا مش عارف يعني الناس بتتكلم في ايه، وبرضه برجع اقول
ان اللجنه الاولمبيه الوطنيه ملهاش اي تدخل في الاتحادات، يعني الاتحاد النهارده بيعمل لائحته، اتحاد الكوره بيبعثها للاتحاد الدولي لكره القدم، ما بيبعثهاش للجنه الاولمبيه المصريه او لاي لجنه اولمبيه. بالتالي الاتحادات الدوليه لا تتبع اللجنه الاولمبيه الدوليه. يعني يبقى في تناغم ما بينهم وبين بعض، لكن اللجنه الاولمبيه الدوليه يعني او اللجنه الاولمبيه الدوليه تقدر تتدخل في حاجات خاصه بالفيفا اتحاد كره القدم الدولي خالص. لكن في تنسيق وتعاون ما بين اللجنه الاولمبيه الدوليه والاتحادات الدوليه، ما بين اللجنه الاولمبيه المصريه والاتحادات، لكن ما مش عمليه سيطره واشراف على الاتحادات، لان الاتحادات او الانديه منتخبه من جمعيات عموميه، وهي والجمعيات العموميه هي لها الحق الاصيل في انها تحل مجلس الاداره او تثبت مجلس الاداره. اللواء محمود او الكابتن محمود احمد علي، انا بصراحه بتتكلم معانا في نفس الكلام اللي احنا بنحاول نفهمه للناس والقوانين بره، لكن للاسف في ناس بتدعم الغلط. يعني خليني اسال حضرتك سؤالين. اللائحه الاسترشاديه فيها يا فندم اداء الخدمه العسكريه، لو ما اديتهاش بتدفع غرامه، هل ده مقبول يا فندم؟ انا بكلمك في حاجه واحده عشان اقول الاتحادات على ده مقبول يا فندم؟ يعني بس يعني شوفوا، يطلعوا اي بند في الاولمبيك شارتر يقول ان اللجنه الاولمبيه المصريه او اي لجنه اولمبيه لها الحق في الاشراف او في السيطره على قرارات انديه او اتحادات. بس يعني النهارده لو اتحاد حصل فيه اي حاجه او نادي، اللجنه الاولمبيه هتحل مجلس الاداره؟ ولا الجمعيه العموميه؟ الجمعيه العموميه. يعني الكلام الحقيقه حصل لخبطه، وبرضه برجع اقول جت جوابات من اللجنه الاولمبيه الدوليه بطريقه مش صحيحه، وكان المفروض ان لا تقبل هذه الجوابات بتنفيذ اي بنود فيها، لان الجوابات المراسلات دي ما تنفعش. احنا بيجبنا لوائح وقوانين، احنا نرجع للوائح والقوانين اذا كان فيها اي حاجه تخص بننفذها، لكن بجوابات تيجي للاتحادات او تيجي للوزاره، يعني حتى اللجنه الدوليه ما لهاش علاقه انها تبعت جوابات للوزاره او تبعت جوابات، تبعت جواب للجنه الاوروبيه الوطنيه. لكن راحت جوابات وبتاع، بحيث ناس كثيره تشدقوا بالاولمبيك شارتر ومصر هتتوقف ومصر كلام يا فندم. معلش انا صريح شويتين، زي ما انت قلت ده فيلم معروف، يعني تعبنا من كتر الكلام ده، واللي احنا تبقى فزاعه طول الوقت اللي انت تبقى خايف منها، ده جواب قد كده يوقف الرياضه في مصر؟ كان النادي الاهلي عشان عارف مسؤولياته وبيتحمل مسؤولياته مستحيل يشتغل على ده. ده الكلام ده مش من النهارده. اتفضل يا فندم. يعني لا، المفروض يعني الحقيقه ما طالما انها طلع قانون وترك الجمعيات العموميه هي اللي تحدد مصير الاتحادات والانديه، فتصرف الجمعيات العموميه ويقرر مجلس اداره اي هيئه انها تدير اعمال هذه الهيئه طبقا لانها منتخبه من الجمعيات العموميه، والعلاقه تكون علاقه تناغميه ما بين اللجنه الاولمبيه الوطنيه والاتحادات الوطنيه والانديه. فندم السؤال الاخير ومهم جدا، خبره حضرتك الكبيره جدا نعرفه من حضرتك، جايز احنا بنتكلم غلط. النادي الاهلي النهارده يوم 25 قال لك لازم يحضر 12000 ونص. طبيعه نادي الجزيره، فرع الجزيره، واللي المساحه ما تستحملش العدد. النادي الاهلي، وانت حضرتك قلت من شويه اللي دي لائحه استرشاديه لازم نتكلم مع بعض. النادي الاهلي لو عملها على يومين، كابتن شادي يعملها على ثلاثة، يعملها على ثلاثة من حقه؟ هم اللي بيتقال لك الاهلي يتوقف، هنوقف النادي الاهلي وبتاع، مين هيوقفه؟ مين يعني مين اللي هيوقفه؟ اتكلم معاك بصراحه، الدكتور حسن مصطفى اللجنه الاولمبيه قال لك هتوقفه. يس، واللجنه الاولمبيه مالها علاقه بالانديه؟ مش فاهم. اللجنه الاولمبيه الدوليه تتدخل في نادي ريال مدريد ولا برشلونه ولا يقدر ولا يقدر ولا يقدر. يعني الناس بتتكلم ازاي؟ دي مؤسسات كبيره ومؤسسات ضخمه ومؤسسات ليها حاجه اقتصاديه كبيره، ولا تقدر تتدخل فيه. يا جماعه والله العظيم يعني بلاش حكايه الفزاعه دي، عشان يعني شبعنا بقى من حته الايقاف، وزعنا من حته
يعني يجيبوا لنا اي لائحه اللجنه الاولمبيه الدوليه اللي بتقول الكلام ده. يعني بس لكن النادي الاهلي يعملها على يومين، يعملها في مكانين من حقه يعمل، هنا وفي مدينه نصر، او هنا وفي مدينه نصر والشيخ زايد. ثلاث لجان، والثلاث لجان من النادي، ويشرفوا على الانتخابات ويشرفوا على الجمعيات العموميه اللي موجوده. طب يا فندم معلش، وحضرتك بتتكلم كده مهم جدا اعرف من حضرتك، اه ولا لا؟ الكلام ده بيحصل في اي حته في العالم؟ لا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اذا الناس هتتكلم على الكويت، اللي حصل في الكويت ان الشيخ احمد الفاس والشيخ صلاح هم اللي اشتكوا للجنه الاوروبيه الدوليه ان في تدخل من مجلس النواب هناك في تعيين بعض الاشخاص وبتاع، ده السببيه يعني ان الكويت اتوحش. ان حصل من يعني من رئيس اللجنه الاوروبيه الكويتيه ده هو اشتكى للجنه الاوروبيه الدوليه ان في تدخل. لكن طالما احنا النهارده هتكلم حاجه كابتن شادي، يعني من ايام المهندس حسن صقر وكان في اتفاق على ان نعمل، كنا في دوره الالعاب في الصين الالعاب الاولمبيه، وده كان بتكلم 2008. وقعدنا مع اللجنه الاوروبيه الدوليه وقالوا لازم نعمل خارطه طريق على اساس نغير اللوائح، على اساس حته ان التدخل الحكومي ان من حق الوزير المختص مثلا تغيير او انه حل او الكلام ده، فبند كان في القانون 77 ل 75، قالوا دي بعض البنود ان فيها تدخل حكومي فلازم تحطوا قانون بحيث ما يبقاش فيه الكلام ده. من 2008 لحد 2016 ما حصلش حاجه، واللجنه الاوروبيه ماشيه وما حصلش لا ايقاف ولا حصل اي حاجه، والامور كانت ماشيه في مصر. يعني عمليه الايقاف دي مش عمليه بالبساطه دي يا كابتن شادي. لكن هو من حق النادي الاهلي يعمل ما بداله طالما القانون الرياضه بيديله هذا الحق. كابتن محمود احمد علي رئيس اللجنه الاولمبيه الاسبق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. لوائح وجبنه، مسؤولين محترمين حافظين القوانين كويس بره وجوه، والراجل قال لك فزاعه شغالين عليها بقالها سنين، وقال جمله مهمه جدا. ايه اللي جاب اللجنه الاولمبيه الدوليه اللي تتدخل جوه النادي الاهلي؟ هو تقدر تروح ريال مدريد ولا برشلونه؟ ده كلامه.